مشاهد مأساوية للواقع الزراعي، هذا هو حال البساتين الزراعية بعد تجريفها وشحة المياه فيها ضمن مناطق متفرقة في محافظة ذي قار، حيث طالب أهالي منطقة العقر في الناصرية الحكومة المحلية بحل مشكلة المياه وإعادة فتح مجرى مياه الخندق وإزالة التجاوزات الحاصلة عليها. هاي المناطق أكثر الأراضي تكون بها أراضي زراعية ومناطق بساتين فيها نقص الخدمات، أبسط الخدمات هو المشروع الخندق، يكون به تجاوزات من القرى المجاورة لضفاف نهر الفرات مرورا بمنطقة المنصورية، منطقة الثورة، منطقة العقر. هاي المناطق يكون بها نواظم، النواظم أعلى من منسوب النهر، لذلك الماي ماله يعني شلون مثل ما تفضلوا اللي قبلي يكون الماي منا ومنا على البيوت، تصير عليه تجاوزات. فهذه احنا هذه المناطق نطالب مجلس محافظة، كذلك المحافظ، كذلك دائرة الري يشوفون حلول لهاي المشكلة الموجودة. أهالي المنطقة من جانبهم بيّنوا أن بعد عجز الحكومة المحلية قاموا بالاتصال بقناة زاغوس لإيصال صوتهم إلى المعنيين بالأمر، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم ستكون هناك خطوات تصعيدية لا يحمد عقباها على حد قولهم. كل المسؤولين عتعلم، لكن للأسف ما حد يستجيب. اضطرينا، خابرناكم، خابرنا القنوات، وهاي الناس تشوفها قاعد. والخطوة الثانية بعد تعذرونا، الناس تريد تطلع وتريد تظهر وتريد تحرق، وانتم تجبروننا على هذا الحكي. طلعت الناس قلتوا خارج على القانون، واللي يقتل النخلة هاي واللي يقتل الحلال هذا مو خارج عن القانون. مطالبنا احنا بالنسبة لنا عندنا هذا نهر الخندق، خاف واحد ما يعرف الخندق شنو. الخندق مشروع روائي من شط الفرات ينتهي يوصل للسريع، يوصل السجن الاصلاحي، منا سجن الاصلاحي ذب علي المجاري، ومنا منطقة الثورة من المنصورية ذب علي المجاري، صار بدل ما مشروع روائي مشروع مع المجاري وما كمل النفايات. لا تزال المناطق الزراعية والبساتين تتعرض حتى الآن إلى مجموعة من الإجراءات الاستثمارية، وعلى ضوئها تم تجريف العديد من البساتين في محافظة ذي قار دون أي حلول حكومية تذكر. لقناة زاغروس الفضائية، علي صالح، ذي قار.